فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس في هذا العصر يقولون أهم شيء أن يكون القلب سليما وإن لم آتي بالطاعات في الظاهر. يقول أيضا يقولون: قد يكون المصلون أسوأ من الذين لا يصلون. يقول: ما حكم مثل هذه الأقوال، وهل يقال بأنهم مرجئة؟ هذا كلام باطل، حتى المرجئة ما تقول هذا القول، هذا لا يقوله إلا جاهل وإلا إنسان ليس في قلبه إيمان. نعم.